الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم متابعي فضائية الإمام الحسين، وأهلا وسهلا بكم. نرحب بكم اليوم أجمل ترحيب في برنامج قضايا تربوية. أحبتي الكرام، هذا البرنامج يتناول مجمل القضايا التربوية التي تعاني منها أغلب الأسر الإسلامية، مع الأستاذ في الجامعة اللبنانية وقام من قامات التربية في لبنان الدكتور حسان قويسي. فأهلا وسهلا بك دكتور. شكرا لك وأهلا وسهلا دكتور. بالنسبة لقضية العلاقة بين الأسرة والتربية المدرسية، لا، هل تعتقد أن التربية المدرسية تلتقي بتوجهاتها مع التربية في البيت، يعني مع التربية الأسرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسرني أن نتعاون في سبيل نشر نوع من الرؤية التربوية المشتركة أو العلمية التي تطاول مشكلاتنا اليومية وحياتنا، مشكلاتنا الحياتية، ومنها هذا التناقض ما بين التربية المدرسية والتربية الأسرية. التناقض بالتوجهات يعني. نعم. من حيث المبدأ، الإنسان خلق كائن بيولوجي يأتي إلى هذه الحياة لا يعرف شيئا ولا يملك أي من القدرات الفعلية. فتسعى الأسرة إلى تقديم أو توفير ما يلزم من معارف ومن قدرات لكي يتحول هذا الإنسان إلى كائن اجتماعي، ولكن هذا التحويل أو هذه التربية تحمل مفاهيم الأسرة التي ينتمي إليها. فإذا كانت أسرة مثقفة أعطت ابنها ثقافة معينة، وإذا كانت الأسرة تفتقر إلى ثقافة علمية أو دينية أو اجتماعية، تخرج مخرجات للأسف ضعيفة. وفي المجتمعات الحديثة أنشئت المدرسة لكي تكمل دور الأسرة، ولكي يعني تسد احتياجات فرضتها التطورات الاجتماعية والتقنية والصناعية وغيرها، لكي تزود المتعلم بما يلزم من معارف وقدرات تخوله عندما يكبر أن يصبح مواطنا اجتماعيا من جهة، ومواطنا منتجا أو فاعلا من جهة أخرى. ولكن السؤال، هل أن الثقافة الأسرية تلتقي أو تتطابق مع الثقافة التي تقدمها المدرسة؟ الجواب الجواب هو للأسف يعني سلبي، لأنه الثقافة الأسرية هي ثقافة متوارثة تاريخية. أما الثقافة المدرسية فهي ثقافة جاءت من خلال دراسة دقيقة لمناهج تعليمية أعدت بعناية لكي تكسب المتعلم أنواع معينة من السلوك. الولد قد يكتسب من أهله بعض أنواع السلوك بالتقليد وبدون إدراك، بدون إدراك ووعي. أما الثقافة المدرسية فهي ثقافة قائمة على العمل العقلي، وهي ثقافة مدروسة، وبالتالي السلوك الأسري قد يتعارض مع السلوك التربوي المدرسي. ما العمل؟ العمل هو يعني أن نحاول قدر الإمكان أن ندرس هذه المشكلة. ومهم جدا أن ما تقومون به هو لفت الأنظار، إن كان أسريا أو إن كان مدرسيا أو كان للمؤسسات التربوية العليا المسؤولة عن هذه الأمور، إلى هذا التناقض ومحاولة إيجاد قاسم مشترك، تلاقي أو تلاقي بين الأفكار. نعم دكتور. طيب دكتور، إذا كان هناك تناقض بين هذه التوجهات،
يعني السلوكيات اللي تطرحها المؤسسة التربوية المدرسة والمؤسسة الأسرية. نعم. إذا حصل هذا التناقض بين هذا التوجه، بخطورة هذا التناقض. نعم. يعني خطورة هذا التناقض على الطالب، مش قضية الصراع النفسي، قضية الصراع النفسي لا بعدين نصل لها، بس خطورة هذا التناقض على المجتمع بشكل عام. أحسن. نعم. أحسن. هذا سؤال كثير مهم. نعم. وهو يطالب من مشكلة. إذا كنت أنا عم ربي ابني في البيت. نعم. في الأسرة على قبول بعض الأفكار الماورائية أو الأفكار الخرافية أو الأفكار غير العقلية. نعم. وجاءت المدرسة لتعلم الطالب باتجاهات مختلفة، هذا المتعلم سيقع ضمن تناقض. هل ما تنقله لأسرتي هو السليم أم ما ينقله المعلم هو السليم؟ فيصبح في يعني خلل بأمره، لا يعرف كيف يختار سلوكه الاجتماعي. لذلك يعني هناك قلت في البداية أن المدرسة جاءت لتكمل الدورة التربوية للأسرة، ما فينا نتخلى عن الأسرة. الأسرة مؤسسة اجتماعية أساسية، كما أن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية أساسية. لذلك لابد أن نجد نوع من التلاقي أو المشاركة بين أو تلاقح في الأفكار بين المؤسستين. أنه ما الذي يمنع المدرسة من أن تستدعي الأهالي من وقت إلى آخر وتطرح عليهم بعض المشكلات السلوكية التي يعاني منها أبناؤهم؟ ونتناقش في أساليب هذا التعامل لكي نسير سوية في اتجاه واحد بدل أن نسير في اتجاهين متناقضين. طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك هذا التناقض اللي إذا حصل بين المؤسستين، المؤسسة الأسرية والمؤسسة التربوية المدرسة، هل يتعرض الطالب من خلال هذا التناقض لصراع نفسي؟ طبعا. كنت أعلم أحد منذ زمن بعيد. نعم. كنت أعلم بالمرحلة الابتدائية، وكنت أشرح لطلاب الصف الثالث الابتدائي. نعم. أن الأرض كروية، وأتيت بكرة قدم وشمعة ورحت أبين لهم كيف يتوالى الليل والنهار إلى آخره. واقتنع الأولاد أن الأرض كروية والليل والنهار. وفجأة في اليوم التالي يأتي طالب ويطلب الإذن في الكلام ويقول: بي بيقول أنه الأرض ليست كروية، أبي يرفض هذا الكلام. طيب. يا أخي ليش؟ لأنه بي قال لي أنه الأرض مسطحة، وأنا كيف بدي أعرف أنه الأرض مسطحة ولا الأرض كروية؟ يعني وقعت في مشكلة تربوية مع هذا الولد، كيف لي أن أطال قناعاته طالما أن الأسرة تبث في بعض المعارف أو بعض القناعات وأنا أحاول أن أغير هذه القناعة. مشكلة هذه أكيد طبعاً حياتها. وقس على ذلك بالنسبة للأمور الدينية والسياسية والاجتماعية وكل الأمور التي تطرح في حياتنا، قد يكون للأب أو للأم نظرة مختلفة عن النظرة التي تقدمها المؤسسة المدرسية. أكيد. طيب دكتور، من وجهة نظرك ما يمكن أن تقدمه يعني المؤسسة التربوية للأسرة؟ هل هناك أمور يمكن أن تقدمها المؤسسة التربوية للأسرة؟ وكذلك الأسرة، هل هناك أمور ممكن أن تقدمها؟ نعم. يعني علاقة أكثر. نعم. من الضروري جدا عندما تعد المناهج الدراسية تعد من قبل أخصائيين في التربية. نعم. وهذه المناهج تهدف إلى تحقيق أهداف أو كفايات. نعم. معينة. عندما نحدد هذه الكفايات علينا أن ندرس وقع
هذه الأهداف وهذه الكفايات على الأهل قبل الطلاب. جميل. فإذا ما وجدنا أن هناك تناقضا ما لا سمح الله بين المدرسة والأسرة، علينا أن نتبصر بالأمر قبل وقوع المشكلة. قبل وقوع المشكلة فتسعى المدرسة إلى إعداد المعلمين من جهة لكي يحسنوا القيام بعملية تغيير السلوك بالحسنة، بالكلام المهذب، يعني بالسلوك العملي، وليس بفرض الآراء بالقوة ووضع العلامة لكل من يخالف. لا، علينا أن نتعامل بشكل يعني تربوي بين الأساتذة، والأساتذة علينا على المؤسسة التعليمية أن تحسن إعدادهم لكي يقوموا بهذا الدور. يعني وإذا ما وجدنا مشكلة ما، هناك ما يسمى مجلس الآباء في المدرسة. نلجأ إلى مجلس الآباء في المدرسة، مجلس الأهل، وبالتالي نطرح عليهم المشكلة ثم نتوافق مع بعضنا البعض لإيجاد الحل المناسب، إما بندوة وإما بحلقة نقاش وإما بالتراسل وإما بأي أسلوب آخر لحل هذا الإشكال. طيب دكتور، هذا مجلس الآباء يكفي يعني يغذي هذه العلاقة بين الأسرة والمدرسة؟ لا أقول أنه الوسيلة الوحيدة. قلت أننا لابد أن يكون هناك تواصل بين المدرسة والأسر، تواصل عند أي مشكلة يمكن أن تعترض العملية التعليمية، وبخاصة عندما تتضارب المفاهيم بعضها البعض. فلذلك على الإدارة المدرسية، ماذا نعني بالإدارة المدرسية؟ الإدارة المدرسية هي تلك الجهة التي أعطيت لها الصلاحيات لكي تحسن تعليم الأبناء وتحل كل المشكلات التي تعترض تربيتهم. طيب دكتور، هنالك نرجع للمناهج مرة ثانية. المناهج يعني حاليا في اغلب البلدان الاسلاميه للاسف، يعني نقول هذا الكلام في وجع، تعد يعني في ضمن برنامج تعليمي اكثر ما هو تربوي. نعم. يمكن هذه مشكله لامسيها اكيد، وهذه اكيد هذا الخلل. وين يكون الخلل بالاهداف في التوجهات ام وضع المناهج؟ احسنت. هذه المسألة طرحت منذ زمن بعيد في بعض يعني الدول التي سبقتنا بالنسبة لدراسة المناهج المدرسية، ومن أهم من أشار لهذه المسألة الفيلسوف الفرنسي إميل دوركهيم. إميل دوركهيم كان يركز على ضرورة التواصل بين المدرسة والأسرة، ويقول بكل صراحة أو يسأل الولد لمن؟ يجيب الولد هو لأسرته، هو لعائلته. ولكن هل العائلة قادرة لوحدها أن تعطي المتعلم كل ما يلزمه من أنواع الثقافة والمعارف؟ الجواب لا. إذن على السلطة السياسية أن تعد المدارس لكي تكمل دور الأسرة وليس لكي تتناقض معها أو تلغيها. جميل. ليس المطلوب إلغاء الأسرة إطلاقا. وإنما علينا أن نسعى قدر الإمكان إلى جعل هاتين الأسرتين تتكاملان. إذا ما وجدنا هذا التكامل، وجدنا الأبناء قد ارتاحوا جدا في تعلمهم واكتسابهم أنواع السلوك المطلوبة. لذا علينا أن نحض الإدارات المدرسية على إيجاد السبل والتعاون للنقاش الدائم بين ما يجري في المدرسة وبين مطالب الأهل، فنحاول التوفيق بين الطرفين. طبعا
دكتور، لدينا في يعني في جعبتنا الكثير من الأسئلة حقيقة يعني، ولكن نسمح لكم عذرا للذهاب إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أحبتي المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله. جولة أنفسية. إن المرأة عندما يراد لها الحياة الزوجية المستقرة فإنه من الأفضل لها أن تكون متقيدة في تحركاتها. فمن عوامل الخلاف الزوجي تشبع ذهن الرجل بصور النساء، فالرجل الذي يتعامل مع العنصر النسائي يكون في ذهنه كم كبير من صور النساء. ولا شك أن زوجة الإنسان لا تمثل قمة الجمال في عالم النساء، وكذلك الزوجة التي تتعامل مع مختلف صنوف الرجال فإنها تنظر إلى الزوج على أنه رجل من الرجال ولا ترى فيه ذلك الوجود المميز. لذا فلنحذر الاختلاط قدر الإمكان. أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين فضائية الإمام الحسين عليه السلام. نلتقيكم من جديد على الحب والإيمان في المحور الثاني من هذه الحلقة مع الدكتور حسان قبيسي، أستاذ علوم التربية في الجامعة اللبنانية. أهلا بك من جديد دكتور. أهلا بكم. الله يسلمك دكتور. بالنسبة للعلاقة بين المؤسسة التربوية والمؤسسة الأسرية في داخل البيت، نحب نعرف أبرز الطرق اللي تساعد على توثيق العلاقة بين المؤسستين. كويس. غالبا ما الأهل يعني يعتبرون أن دور المدرسة هو تفريغ محتويات الكتب في عقول أبنائهم، ويقتصر دور الأهل على إكراه أو إجبار المتعلمين على دراسة هذه الصفحات وحفظها لتسميعها ونيل العلامات العالية في الامتحانات. ولكن هل هكذا يتم فعلا تحقيق الهدف؟ فالولد إذا ما كان في المدرسة يتم التعامل معه بشفافية، بأخلاقية معينة، بنعومة، بكذا، لكي يعني نستجلب اهتمامه ونساعده على اكتساب السلوك، إذا ما مارس عليه الأهل دور عنفي فهو سيكره هذا الأمر. مثلا لا يتاح للولد إطلاقا أن يلعب أو أن يرتاح أو أن يخرج إلى النزهة. عندك دروس وعليك أن تهتم بدروسك، وممنوع تقوم بأي عمل آخر. عندها سيشعر أن الواجبات هي عبء ثقيل عليه فيكرهها. أو نجد بعض الأهالي يعنفون أولادهم بالضرب أو بإنزال العقوبات إلى آخره. هذا الأمر سينعكس سلبا تجاه الواجبات المدرسية أو توجه نحو المدرسة أيضا. بالضبط. توجه النفس. أو هناك بعض الأهالي الذين لا يهتمون إطلاقا بالموضوع، يعني الوجه الآخر من الموضوع أنه الإهمال المطلق. طالما أن الولد يذهب إلى المدرسة فأنا شو دوري كأم أو كأب؟ ما إلي دور بالخالص. هذه الحالات الثلاثة اللي حكيت عنها، هذه حالات يعني تثبت عملية التربية المدرسية وتحقيق أهدافها، لأنها تخلق عند المتعلم نوع من الرد الفعل السلبي تجاه كل ما تعلمه المدرسة، الأمر الذي يجعله اكتسابه العلمي أو المعرفي يكون ضعيف. حتى التوجه التربوي نحو المؤسسة يكون أيضا ضعيف. أوكي. مثلا نستطيع أن ألا تجد أنه من الممكن أن يتم نوع من التواصل بين المدرسي وبين البيت؟ مثلا في عندي أنا ولد حسين كذا كذا، علاماته متدنية، استدعي الأهل
وأحاول أنا كمدير مدرسة أن أعرف من الأهل كيف يتعاملون مع هذا الولد في البيت. واستفن على المشكلة. نعم. وبالتالي أوجه أنظار إلى الأسباب التي تحول دون التقدم العلمي لهذا الولد، وأزودهم ببعض النصائح وبعض الإرشادات العملية لكيفية التعامل مع هذا الولد. وغالبا ما نجد هذه المشكلات السلوكية أو التعلمية تكثر عند الأهل غير المتعلمين نعم. أو عند الأهل كثيري الأولاد في المنزل في البيت الواحد. فبالتالي لا يتاح للأم أو للأب أن يهتم بكل الأولاد، أو لعدم وجود القدرة مثلا أنا أجهل القراءة أو أجهل الرياضيات، فبالتالي لا أستطيع أن أساعد ابني. فمن حيث المبدأ المدرسة لا تتطلب من الأهل شرح النظريات العلمية والرياضية وكذا، نتطلب من الأهل فقط توفير الرعاية والجو الهادئ لدفع المتعلم و يعني خلق دافعية كبيرة نحو التعلم والدراسة. طيب دكتور مالك، أحد العناصر قد تكون مغيبة حاليا في الجو التربوي اللي هو عنصر المرشد التربوي حقيقة. قد يكون هذا الدور مهم جدا، ولكن قد يكون مغيب، يعني هذا شيء ملاحظ صراحة. المرشد التربوي يدخل في هذه في توثيق العلاقة بين الطرفين. هناك دراسات تربوية كثيرة تناولت المشكلات الدراسية وكيفية التعامل مع هذه المشكلات التربوية. فكان في الأول فقط في أن مدير المدرسة والأستاذ أو المدرس. حديثا صار في أن شيء اسمه المرشد التربوي، وهناك أيضا المعالج النفسي. فعندما نرى أن سلوك المتعلم يشوبه نوع من الخلل، مثلا يضرب رفاقه، يمارس نوع من العدوانية تجاه رفاقه، أو يسرق أغراض رفاقه، أو لا يحترم النظام إطلاقا، يعني ذلك أن هناك خللا في سلوكه. هذا الخلل ليس يعني لعنة إلهية، هذا خلل ناجم عن سوء التعامل معه، هو رد فعل تجاه التعامل الذي يتم معه. هنا في دور إما للمعلم وإما للمرشد النفسي وإما للمرشد التربوي. فبالتالي علينا أن نسعى إلى التواصل مع الأهل لنعرف ما هي حقيقة الوضع في العائلة، وبالتالي نرى أو ندرس كيف ينعكس هذا الوضع على سلوك المتعلم. من مثال، لا سمح الله جرى طلاق في العائلة. هل نعتقد أن الولد لا يتأثر بالطلاق بين الأم والأب؟ أب يمارس العنف مع زوجته أو مع أولاده، هل نعتقد أنه لا يؤثر على سلوك المتعلم؟ بالتأكيد هناك. فبالتالي المرشد التربوي ضروري أتواجد أول شيء لدراسة والبحث أو التشخيص عن أسباب السلوك السيء. وعندما يعرف السبب يزول العجب ونجد الحل. أكيد أحسنتم، شكرا دكتور على هذا التوضيح حقيقة. يعني طيب دكتور، إذا كان مستوى التعليم لأولياء الأمور منخفض، يعني من وجهة نظرك يعني هل يعد هذا سبب
أساسي في تدني الوعي التربوي للطالب؟ بالحقيقة كمان هناك دراسات كثيرة أجريت حول الرسوب المدرسي والتسرب المدرسي، الترك المدرسي، والمشكلات السلوكية عند المتعلمين. تبين من خلال هذه الدراسات في كثير من الدول أن الأوضاع الأسرية لها دور أساسي في نشوء هذه الأنواع من المشكلات، وبخاصة عند يعني إذا كان المستوى الثقافي للأهل متدني أو المستوى الاقتصادي متدني. يعني ليس فقط المستوى التعليمي الاقتصادي، المستوى الاقتصادي. نعم. ليش المستوى الاقتصادي أو المستوى الثقافي؟ هناك ما يسمى التوقع من المدرسة. نعم. عند الأهالي المتدنيين الثقافي أو الوضع الاقتصادي سيء، لا نتوقع كثيرا من تلاميذ من أبنائهم في المدرسة، أنه بيروح على المدرسة سنة سنتين خمسة اللي هني، وبعدين بيروح بيساعد بيه بشغله أكيد. أو بالحقل أو بالمزرعة أو بأي يقول لك خلص تعلم قراءة وكتابة وبعد خلص. أما إذا كان في مستوى ثقافي متقدم، نعم، ومدعوم بمستوى اقتصادي متقدم، فإن طموحاتنا وتوقعنا من تعليم أبنائنا يصبح متقدم وبالتالي مجتمع متقدم. فنحن بدنا نتابع ابننا لآخر درجة من التعليم، لأننا نعرف أنه لكي يأخذ منصبا اجتماعيا معين لابد أن يحوز شهادة عالية تؤهله. إذن اختلفت التوجهات بين الأهالي بالنسبة للتوقع من التعليم. في أحد الأساتذة الأصدقاء روى لي تجربة مع طلابه رائعة جدا. أود أن أذكرها. نعم تفضل. هذا الأستاذ كان أستاذ الرياضيات. نعم. ووجد أن بعض الطلاب لا يهتمون كثيرا بالرياضيات وبالدراسة والاهتمام فيها. فجاء يعني تصور أمرا أن يجعل نوع من الدافع عند كل متعلم، دافع داخلي وليس خارجي. نعم. فأطلق على كل متعلم لقب. الدكتور أحمد، الطبيبة سعاد، المهندسة كذا، كذا. فكل متعلم أعطاه لقب. لقب. نعم. لقب مهني معين عالي. وفق توجهاتهم أكيد. وبالتالي خلق دافعية داخل المتعلم للتقدم وإثبات أن أنه قادر على أن يتقدم في التعلم. حكيت عن دور المعلمين بهذا الموضوع. غالبا ما نصفق للولد الذي ينال علامات عالية، أما الولد الذي لا ينال علامات فننظر إليه وكانه جريمة. لا علينا أن دورنا التربوي، وهون أتوجه لمديري المدارس وللمرشدين التربويين، علينا أن نغير نظراتنا أو أساليبنا التقويمية داخل المدرسة. الولد القادر على التعلم عظيم، ما في عندنا مشكلة. الأولاد اللي ما عم يقدروا يتعلموا، ما عم يقدروا ينالوا درجات عالية، كيف بدي أتعامل معهم؟ إما بدي أعالج لهم أوضاعهم العائلية، إما بدي أعالج لهم أوضاعهم النفسية. جميل. وإما بدي أخلق عندهم دوافع دافعية. أنا عندي ولد عم ياخد 5 من 20 علامة، إذا أخد 7 من 20 وما زالت علامته متدنية، بعمل له احتفال بالصف.
انه انت قادر انك تتعلم، برافو عليك، انت نقلت درجتين، بدي اشوفك تنقل درجتين بعد. جميل، انا شو عم بعمل؟ عم بخلق له الدافع، بينما اذا نظرت له على طول راس براس براس، فمعناته انا عم كرس عنده الفشل المدرسي. والكره تجاه المؤسسه التربويه، واذا ما تعاونت الاسره مع المدرسة على الأكيد سنرفع معنويات هذا المتعلم ونزيد دافعيته والحوافز التي تجعله يبذل مجهود أكثر في سبيل التعلم. طيب دكتور، هنا يعني أثارني سؤال من خلال كلامك. قبل قليل تحدثت على أنه نبدأ بتحفيز الطالب وكذا إلى أن يصل إلى مراحل عليا ومناصب. هل المؤسسة التربوية أو التربية المدرسية وجدت لإيصال الطالب لمناصب فقط؟ جميل جدا. التربية المدرسية جاءت أول شيء لتحويل هذا الإنسان البيولوجي إلى كائن اجتماعي. جميل، بدنا نعطي كل ما يلزم هذا الإنسان لكي أولا يشعر بالانتماء للاجتماع، بالانتماء للمجتمع. نعم. أن يعرف ما هي حقوقه في المجتمع. ثلاثة، أن يعرف ما هي واجباته الاجتماعية. جميل. هيك نستطيع أن نحوله إلى كائن اجتماعي. هذه من جهة. من جهة ثانية، التربية المدرسية مطلوب منها أن تحول هذا الكائن إلى كائن مستهلك ومنتج في نفس الوقت. المستهلك، نحن أكيد كليتنا بدنا نستهلك الثياب والطعام والأدوات والمنازل والآخرة، ولكن على المدرسة أن تحول هذا الكائن إلى مستهلك مسترشد وليس مستهلك غبي أعمى. جميل. من جهة ثانية، ما بدي حوله فقط إلى مستهلك، بدي حوله إلى إنسان منتج. نعم. لأنه إذا ما حولت أبنائي اللي هني باللغة الفرنسية بسموهن خزان المواهب، يطلقون على الأولاد اسم لوريزارف دي تالون. نعم. أو خزان المواهب. شو يعني خزان المواهب؟ يعني هذا المجتمع، هذا الكذا، لا يمكن أن ينهض اقتصاديا إلا من خلال أبنائه. فأنا هذا الولد ما بدي أعده ليكون عالي على المجتمع. جميل. بدي أعده لكي يكون منتج في المجتمع. فبالتالي إذن على المدرسة أن تلعب هذين الدورين وليس واحد على حساب الآخر. من جهة التنشئة المدنية والتنشئة الوطنية والاجتماعية والدينية، ومن جهة ثانية تحويله إلى كائن منتج وفق القدرات العقلية التي يتمتع بها وتبعا للمسار الدراسي الذي أنجزه. طيب جميل. طيب الدكتور، هذا الكائن المنتج يعني أتوقع أنه يكون كائن مؤثر أم متأثر؟ هذه مشكلة. بعض الأحيان يطلع الطالب خلاص كمل مراحل التربوية واجتازها وحصل على مناصب وكذا، طيب بس ما أصبح كائن مؤثر في المجتمع. قد يصبح كائن متأثر بحكم الظروف والأحداث السياسية أو غيرها. نعم، يعني هذا السؤال يقودنا إلى أساليب التعليم. أي هذا المعنى. كيف تمارس المدرسة أساليب التعليم؟ هل أنها تكتفي فقط بإجراء امتحانات لقياس ما يتذكر المتعلم من المعارف؟ يعني عم نحول الولد إلى ببغاء أو يكرر ما نعلمه، أو سيارة تحمل المعلومات وتفرغ في ساعة الامتحان. بالضبط. أم أننا نسعى إلى تنمية الطاقات الإبداعية الموجودة عند المتعلم.
إذا كان عنده قدرات تربوية أو لغوية أو علمية أو رياضية أو إلى آخره، نسعى إلى أولا اكتشاف هذه الطاقات، ثم العمل على صقل هذه الطاقات وبلورتها لكي يتحول هذا الإنسان إلى إنسان من جهة مفكر، نعم، لا يتلقى الأمور، لأنه مجتمعنا في كثير من وسائل الإعلام مثلا أو الخبريات التي تداولها في المجتمع، علينا أن نعمل التفكير بها قبل أن نصدقها أو قبل أن نقبلها. فعلينا أن يعني ننتج الإنسان القادر على التفكير بموضوعية لاتخاذ السلوك المناسب طيب بالوقت المناسب. طيب دكتور، هذا الإنتاج لهذا الإنسان هل ينبع من جو أسري أم جو تربوي؟ يعني برأيي هذا هون يأتي دور المدرسة، لأن المدرسة فيها أخصائيين من الدرجة الأولى، يعني المدرسة. أخصائيين نفسيين أو إن أساتذة يعني امتلكوا القدرات التربوية والأساليب التربوية التي تساعد على اكتشاف هذه المواهب والقدرات وصقلها. أما الأهل قد لا يكون عندهم هذه القدرات، كل ما هو مطلوب من الأهل أن يساعدوا أبنائهم في خلق الدوافع نحو التعلم والمناخ التربوي وبالتالي التقدم بالمسار التعلمي المدرسي. وهون سؤالك بمحله، أنه يعني يجب ألا نغفل الوسط الأسري مثلا ونعطي كل المسألة للوسط المدرسي، لا، دائما نقول بالتعاون الدائم بين هاتين المؤسستين الاجتماعيتين في سبيل يعني الوصول إلى نماء علمي ونفسي وأخلاقي سليم للأبناء. نعم، أحسنتم دكتور، بارك الله بك على هذه المعلومات القيمة، حقيقة أفلجت صدورنا بهذه المعلومات والملاحظات، شكرا جزيلا لكم. عفوا. إلى هنا أحبتي المشاهدين الكرام، نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وما علينا إلا أن نذكر معلمنا الأول أبو القاسم محمد، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.